الشيء الأكبر الذي كان حققه الرئيس ترامب هو الوضع الاقتصادي، والاقتصادي كان يسير بطريقة جيدة، وكانت البطالة منخفضة جدا، سوق الأسهم ارتفع بشكل كبير، ونمو الاقتصادي كان بشكل وتيرة عالية. بعد الكورونا طبعا صار انكماش اقتصادي. الجزء الثاني من السنة أو الربع الثاني من السنة انخفض، صار انكماش اقتصادي كبير، يعتبر أكبر انكماش منذ الحرب العالمية الثانية ومنذ الكساد سنة 1930. فكل هذه عوامل، ارتفاع البطالة، كل هذه عوامل ستلعب دور، لأنه الناس غفرت لترامب سوء شخصيته وأداؤه الشخصي الغير الفظ الغير محبوب، فتغافلت عن ذلك مقابل تحسن الوضع الاقتصادي. لكن الميزة الوحيدة الحسنة في إدارته الوضع الاقتصادي انتهت مع وباء الكورونا، وبالتالي ليس هنالك أي نقطة إيجابية لأربع سنوات من رئاسة الرئيس ترامب.